في أغنية هنا أنت عايز توصلها لشخص معين، فيا ترى أنت ليه عايز توصل الأغنية دي للشخص ده؟ وش معنى في التوقيت ده بالذات؟ يعني أنت كأن روحك عايزة ترسل الرسالة دي لحد بشكل أو بآخر. هي أغنية محمد محي، ليه بيفكروني عنيك. أوكي، كلمات الأغنية: ليه بيفكروني عنيك، ليه بيكلموني عليك، ليه بيرجعوني إليك واسهر لك ليالي ليالي، وكان قلبي خلاص ارتاح من حيرة وعذاب وجراح، قصدك يعني أرجع ليك وأرجع أشكي مرة حوالي، ولحكايات حبي ليك اللي كان بيناديك من زمان ويلاقيك ناسي غرامي وناسي الشوق، على فين على فين من الغرام والحنين، ما تفوتناش عطشانين بعد ما تطلع بينا لفوق. يا ويلي 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 يابا، يا ويلي 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 يابا من عذابه. آه يا ويل، ياه نفس الشعور بيعود، يا لسه الحنين موجود، كان قلبي بيكذب ليه لما قال لي انه نسيك، واسأل نفسي لو هرجع وانده يا ترى تسمع، ولا ما عادش راح ينفع اني حتى افكر فيك، ولحكايات حبي ليك اللي كان بيناديك من زمان ويلاقيك ناسي غرامي وناسي الشوق، على فين على فين من الغرام والحنين، ما تفوتناش عطشانين بعد ما تطلع بينا لفوق. يا ويلي 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 يابا، يا ويلي 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 يابا من عذابه. اه يا ويلي. ايه الأغنية اللي انت بعتها للشخص ده دلوقتي؟ واضح ان الشخص ده انت ممكن تكون كنت ناسيه، او كنت يعني تجاوزت شعورك واحساسك ورغبتك تجاهه، بعدين فجأة بقى كل حاجة اشتغلت وكل حاجة رجعت مرة تانية، فلو بقى بيجي على بالك بقيت بتفكر فيه، بقيت عايز ترجع للشخص ده، عيونه بقت بتفكرك بالذكريات اللي بينكو، يعني بتبص مثلا على صورته او كده، فتحس اللي هو انا رجعت بالزمن لورا تاني، او انا افتكرت اللي كان بيني وبين الشخص ده مرة تانية. يمكن برضو تكون دي ان انت اللي كنت حبيت الشخص ده وهو ما كانش بدلك نفس المشاعر او نفس الحب، ويمكن انه الاحساس اللي انت حسيته مع الشخص ده زي ان انت كنت في غاية السعادة، عارف اللي هو the highest of high، ان انت كنت طاير كده فوق وبعدين فجأة اترميت على الارض، او فجأة اتسبت، فلو ما تفوتناش عطشانين بعد ما تطلع بينا لفوق. والغرام ده اداله او ادالك الشعور بالطاقة الايجابية العالية قوي، وبعد كده نزلت على ما فيش، او ما حققتش حاجة، او ما وصلتش لحاجة، او ما تطورتش العلاقة بينك وبين الشخص ده، فانت مش عايز من ده تاني، فبتسأل نفسك هو ليه جه على بالك دلوقتي، او انت ليه افتكرت الشخص ده دلوقتي، وليه نظرة عيونه ليك، او لو انت زي ما حسينا انه ممكن تكون افتكرته، حسيت انه كأنه قدامك، او ان انت بالفعل دخلت مثلا تشوف صوره او ذكريات بينك وبينه، مثلا صور او كده او فيديوز او ايا كان، فحسيت ان انت اتخذت، او ان انت اللي هو ايه ده اللي بيحصل، انا كنت عديت الفترة دي والازمة دي، اللي خلاني ارجع تاني، او اللي خلى الشخص ده يجي على بالي تاني، اللي خلى المشاعر تتحرك تاني، انا مش عايزة اتقلب، يعني حسيت مشاعر عالية جدا حلوة جدا في الاخر وقعت او اتغدر بيا. خلينا نشوف هو مين الشخص ده، يعني مين هو في حياتك دلوقتي برضو، وانت ليه برضو يعني مصمم او عايز ترسل له هذه الاغنية. هو انت تجاوزته على فكرة، انت نسيته فعلا، او انت ابتديت حياة جديدة، او انت اخترت حد تاني غيره، او كملت حياتك، يعني حياتك ما وقفتش على الشخص ده، او مش ان انت بقى قعدت مستني هيكلمني امتى، هيجي امتى، هنتصالح، هيحبني، هيعترف، انت خلاص عديت المرحلة دي من بدري. ويمكن يكون هو اللي كان سابك كمان، يعني هو سابك وانت تشفيت من الألم، الفراق والجرح، مفيش تواصل طبعا بينك وبينه دلوقتي خالص، وممكن يكون يعني بقالكوا سنوات ما بتتكلموش مع بعض، او بقالك زمن انت والشخص ده ما بتتكلموش مع بعض، وانت تعبت كتير عشان تخرج، يعني جايز تكون كنت متعلق بيه، وعشان تتشافى من التعلق ده لا انت تعبت بقى وبكيت وحصل لك انهيارات ومريت باوقات صعبة جدا وقاسية جدا عشان تقدر تتناساه او تنساه بمعنى اصح. يعني في ظل محاولاتك كان هناك أوقات بتشعر فيها بطاقة تخاطر مع الشخص ده، يعني يمكن مش دي أول مرة يجي على بالك، يمكن كان زي بيجي على بالك من وقت للتاني،
من وقت للتاني بتحس اللي هو رجع لك او جه على بالك. طب انت ليه عايز ترسله الاغنية دي دلوقتي، او ايه غرضك برضو من ارسال الاغنية دي للشخص ده؟ عايز تقوله ايه؟ يمكن ان انت مؤخرا ابتدى مستوى الوعي عندك يرتفع، او طاقات روحانية عندك ترتفع، فبتحاول تترجم او بتحاول تفهم او تستوعب بعض الرسائل الروحانية من دخول بعض الاشخاص في حياتك. فمش بالظبط ان انت بترسلها له علشان ولا انت بترسلها علشان نفسك، او علشان احساس بداخلك انت، او رغبة بداخلك انت. ممكن تكون بتنهي يعني ما بينك وبين الشخص ده علشان تتحرر تماما، فاللي هو انا خلاص لو كان في مثلا 1% بيجمع بيني وبينه، لا انا خلاص كده هقطع 1% اللي كان موجود ده، وهشتغل على امنياتي، على احلامي، اهتم بصداقاتي، بحياتي الروحانية، بحب او بقصة حب جديدة، او بعلاقة جديدة جايز تكون داخل ليها. وربما ايضا ان انت لو وصل لدرجة انك بتقدر تستشعر طاقة الشخص ده وتعرف اذا كان هو مبسوط او متضايق او كده، فيمكن ان انت عايز تقوله ان انت سعيد في حياتك، وان انت مبسوط في حياتك، وان انت مش نفس الشخص اللي هو عارفه زمان، او مش نفس الشخص اللي حبه زمان. يعني شخصيتك وقت ما كنت في قصة حب وغرام مع الشخص ده مش نفس الشخصية بتاعتك دلوقتي. ممكن زمان كنت هتموت عليه، النهاردة بتبصله تقول ايه الهبل ده، انا ازاي بصيت للشكل ده، ازاي انا اتكلمت مع فلان مثلا. فاللي هو انت كبرت، فحسيت ان دي علاقة من الماضي، بس في نفس الوقت عايز تقوله خلاص انها انتهت، انا مبسوط، انا عايش حياتي، انا مرتاح، انا عندي ناس جديدة، ويمكن تكون دخلت علاقة جديدة بالفعل، وسعيد ومبسوط جدا في العلاقة الجديدة دي، واللي هو يعني الحمد لله ربنا اكرمني، ربنا عوضني. فكأنك انت عايز تقول للشخص ده كده برضو، بس يمكن بداخلك يعني اللي هو انا مبسوط وسعيد وكل حاجة، انا مش نسيك وكل حاجة، بس يمكن ابعد، وابعد بطاقتك، وابعد بكل حاجة، واللي حصل حصل، واللي فات خلاص انتهى، والماضي كان امبارح، احنا مش هنبص لامبارح، احنا في النهاردة، وانت النهاردة مش من حياتي او مش جزء مهم في حياتي، ف يعني حل عني، لو عايش حياتك يعني وحل عني. فجايز انت فعلا بقى في حياتك شخص جديد، او بقى في حياتك قصة حب جديدة، وعايز تقول للشخص ده بشكل او باخر ان هو ما بقاش ليه وجود في حياتك. يعني عايز تحسسه برضو ان انت منتصر بشكل او باخر، او ان انت انتصرت عليه، او ان انت قدرت تخرج من الالم ومن الغدر ومن الخيانة ومن التعب والوجع. يمكن تعرضت لقسوة عالية قوي، او الم فظيع جدا جدا، الم نفسي والم جسدي بسبب العلاقة دي. ممكن تكون جالك اكتئاب، ممكن تكون سبت شغلك او دراستك، او حالتك يعني باظت جدا بعد فراقك او انفصالك عن الشخص ده، بس قدرت توقف على رجليك تاني، قدرت تبقى احسن، قدرت ترجع لعجلة النجاح الخاصة بيك، قدرت ان انت تحقق مستوى مادي حلو جدا. يمكن كمان يعني في طاقات ثراء عندك عالية ما شاء الله برضو. وبشكل او باخر انت مش عايز الشخص ده يجي يتكلم معاك مثلا كحبيب او كصديق، لا، اللي هو مثلا عارف طريقة الكلام الرسمي قوي، اللي هو مساء الخير يا فندم، مساء النور، وكأنه حد شغال عندك، او كأنه حد مثلا انت عندك شركة وده موظف فيها، فاللي هو لا، الزم حدودك، انت بتتكلم مع المدير مثلا، او انت بتتكلم مع البيج بوس بتاعك، انت بتتكلم مع الرئيس، اللي هو كأنك برضو بقيت في حتة تانية خالص. عامة مش بس في ناحية روحانية، لا كمان ممكن ماديا، ممكن بقيت شخصية معروفة مشهورة، ليك كيانك، ليك اسمك او كده، او عندك براند ناس كتير عارفاها، بقيت ثري، ودي طاقة موجودة جدا برضو. فيمكن بتغيظه ويمكن بتقوله انا من غيرك بقيت احسن، او انا بقيت احسن من غيرك، او انا تعافيت، انا بقيت كويس، انا قدرت اشفي نفسي وانقذ نفسي واشتري نفسي يعني، وارمرم الجروح واضمد الجروح او الجراح التي مرأت بها في الماضي.
طاقة الأبراج الهوائية وطاقة الأبراج المائية، برج الحوت، برج الميزان، برج القوس، وبرج الثور. الطاقة النارية معاكوا برضو موجودة بقوة، وبرج الجوزاء. دي الأبراج اللي كانت معانا في القراءة دي. شكرا ليكم، وأشوفكم إن شاء الله على خير بفيديوهات تانية. إذا كنتم مش مشتركين في القناة من فضلكم اشتركوا وفعلوا جرس التنبيه عشان يوصلكم كل جديد. كمان تقدر لو حابب ان انت تدعم القناة تنتسب فيها عبر الضغط على زر جوين، وبكده تكون من أصدقاء وداعمين القناة. باي باي.